بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أفضل الصلوات وأزكى التسليمات وأنمى التبريكات على أفضل خلق الله والمرسلين والأنبياء أجمعين وعلى آله وصحابه وأتباعه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر. رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا. رب اتمم بالخير والسعادة. الله ولي التوفيق ومن التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. وصلنا أمس إلى نهاية الركن الرابع للصلاة. نعم. نبدأ من الركن الخامس وخامسها ركوع بانحناء بحيث تنال راحته ركبتيه. هذا هو الركوع وهو ركن من أركان الصلاة. ثم بعده يبين المصنف سنن الركوع: سنة تسوية ظهر وعنق وأخذ ركبتيه بكفيه وهكذا. إذن خامسها يعني خامس الأركان ركوع. ركوع معناه لغة الانحناء، مجرد كل انحناء يقال له ركوع. أما هذا الركوع من أركان الصلاة هو انحناء خاص، يعني انحناء بحني ظهره حتى تصل راحته إلى ركبتيه. هذا هو انحناء خاص. ثم بانحناء، هذا تصوير الركوع. كيف هذا الركوع بانحناء؟ يعني بحني ظهره بحيث إلى أي حد ينحني. لا، ليس الركوع بحني الرقبة فقط بل بحني الظهر. إلى أي حد؟ هذا الذي يقول بحيث، هذا الانحناء بحيث تنال راحته ركبتيه وهما. ثم يبين يعني ما هاتان الراحتان، راحتان ما عدا الأصابع من الكفين، فلا يكفي وصول الأصابع. فإذن هذا وصول الراحتين إلى الركبتين. فإذن لو انحنى إلى قدر تصل أصابع يديه إلى الركبتين فلا يكفي، هذا لم يتم الركوع. لذلك قال تنال راحته. ثم بين ما هاتان الراحتان ما عدا الأصابع من الكفين، فلا يكفي وصول الأصابع. فإذن لو وصل بعض الراحة إلى بعض الركبة يكفي، أما وصول الأصابع لا يكفي. هل يكفي بلوغ بعض الراحة لبعض الركبة أو لا؟ محل تأمل، لعل الثانية أقرب. نعم، لا يكفي وصول بعض الراحة، هكذا نقل الشرواني عن البصري. حتى ما هل تأمل ولعل الثانية أقرب، يعني لا يكفي وصول بعض الراحة إلى بعض الركبة بل يجب وصول، يعني أن ينحني إلى مقدار بحيث يصل جميع راحتيه إلى جميع ركبتيه. هنا المعتبر يعني الكل معتبر في الراحتين وفي الركبتين. ثم
فإذا لا يكفي أولا أصلا هذا وصول الأصابع ثم لو وصل باعل الراحتين أيضا لا يكفي أين يصل ركبتين ثم من هذا يظهر أن النيل بحيث تنال هذا النيل والوصول بالفعل شرط للركوع هذا ليس شرطا بالفعل هذا وضع أو أخذ الركبتين بكفين أو وضع الكفين في ركبتين هو من سنن الركوع فقط كما سيأتي سنة تسوية ظهر وعنق وأخذ ركبتيه بكفيه هكذا فإذا هذا وضع الركبتين أو إيصال وضع الكفين على الركبتين أو إيصال الكفين إلى الركبتين بالفعل ليس شرطا من شروط الركوع بل هو سنة من سنن الركوع فإذا جمع بينهما هو بين في الشرح لو أراد وضعهما عليه عند اعتدال الخلقة هذا أقل الركوع يعني متى تنال الراحتان ركبتيه لو أراد وضعهما فإذا لو لم يرد وضعهما فبأي قدر من الانحناء يتحقق الركوع يعني بانحناء ينحني إلى مقدار بحيث تنال راحته ركبتيه بالقوة هذا الانحناء يكفي ممكن بعد هذا الانحناء هو أرسل يدين لم يضع كفين على أي موضع بل هكذا أرسلهما تلقهما إلى التحت ثم بعد ذلك قام تم ركوعه وصحت صلاته فإذا هذا وضع الكفين على الركبتين ليس شرطا لذلك قال لو أراد ينال لو لم يرد فإذا لا حاجة إلى النيل بل حني الظهر إلى هذا الحد هو الركوع وبهذا يصح عند اعتدال الخلقة ثم هناك أمر آخر ممكن هذا الرجل يده قصيرة بالنسبة إلى اليد المعتدلة يده قصيرة أو ركبته يعني مرتفعة إلى الفخذ يعني ساقه طويلة ركبته مرتفعة إلى الفخذ فإذا يصل يعني أسرع وكذلك في هاتين صورتين يعني أو تكون يده طويلة أو يعني تكون ركبته نازلة إلى الساق هكذا صور عند اختلال خلقة الرجل فإذا كل هذا لا يعتبر بل يعتبر يعني الركبة المعتدلة واليد المعتدلة فهذا الذي يعتبر ثم وهذا أيضا بالنسبة إلى القادر على الانحناء رجل لا يقدر على الانحناء ماذا يفعل إما لا يقدر خلقة بسبب خلل في ظهره لا يستطيع حني الظهر أو بسبب مرض طارئ أو يعني على ظهره عصابة أو كذا وكذا لذلك لا يستطيع أو يعني في أمامه يعني جدار لا يمكن الحني يعني هذا مكان ضيق في هذه الحالات هذا ليس بشرط نعم فإذن حسب استطاعته ينحني ثم لا يجب عليه إعادة الصلاة لذلك قال عند اعتدال الخلقة خلقة يعني خلقة اليدين والركبتين أو يعني الرجلين هذا الذي يعتبر لا حاجة إلى يعني أصل اعتدال أصل الخلقة مثلا في اليدين والرجلين ليس أي خلل بل في رأسه خلل أو في وجهه خلل في الخلقة فهذا لا يعتبر هنا يعتبر هذا يعني ظاهره أن المراد به اعتدال اليدين والركبتين لا اعتدال أصل الخلقة هكذا كتب البصري في حاشيته على التحفة
ثم عند اعتدال الخلقة معترضه يقول البجيرمي في حاشيته نقلا أنا حلبي فلو طالت يداه أو اكتسرت أو قطع شيء منها لم يعتبر يعني يده مقطوع فإذا يعتبر يعني هذا المقدار فقط. ثم هذا أقل الركوع هذا أقل الركوع معناه لو لم يتحقق هذا المقدار هذا القدر كأنه لم يركع هكذا فعل وركع ثم صلى فإذا كأنه لم يركع الذي لم يركع كأنه لم يصلي هكذا يعني أخطار ثم وسنة في الركوع تسوية ظهر وعنق وهكذا يعني هذا الذي يبين فيما بعد هو أكمل الركوع والذي سبق أقل الركوع ثم بعد هذا مصنف يبين يعني أكمل الركوع متى يكون الركوع أكمل بأداء هذه السنن الآتية هذا الذي يقول سنة في الركوع تسوية ظهر وعنق فيما مضى في أقل الركوع هذا ليس بمعتبر تسوية ظهر وعنق كيف هذا بأن يمدهما يعني يمد العنق ويمد الظهر بعد الركوع كيف يمد حتى يصير كالصفحة الواحدة للاتباع الصفحة الواحدة يعني اللوحة الواحدة اللوحة لماذا مثل بالصفحة أو اللوح هذا لا يكون فيه إعوجاج عادة في اللوح والصفحة لا يكون إعوجاج أصلا مثلا هذا صفحة من الخشب أو من الحديد أو اللوح كلمة اللوح كلمة الصفحة كلها تطلق على ما ليس فيه إعوجاج فإذا كأنه هكذا يعني مستقيما الظهر والعنق يأتي هكذا على حد سواء هذا ورد في ثم قال للاتباع ثم للاتباع يعني يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ركوعه ركع ثم نهس أو ثم كسر ظهره هكذا يقول في الحديث ورد هكذا يعني يكسر ظهره هذا كسر الظهر معناه يعني يمد إلى الأمام بعد الركوع هو يمتد امتدادا ثم وأخذ ركبتيه مع نصبهما وتفريقهما بكفيه يأخذ ركبتيه بكفيه ثم ركبتين ماذا يفعل ينصبهما ينصب الركبتين ما هو نصب الركبتين نصب الركبتين معناه عدم يعني سن الركبتين إلى الأمام أو إلى الوراء أكثر عادة يستطيع لكل الإنسان هذا تعويج الركبتين إلى الأمام يعني كأن الركبة لا ينتصب بل ينحني إلى الأمام هذا ممكن يكون في هذا القيام راحة لذلك بعض الناس يفعل هكذا ليس هذا من تمام الركوع بل يجب أن نصبه عندما ينصب الركبتين ينصب الساق أيضا انتساب الساق لازم له ثم والفخذ أيضا فإذا كل هذا يأتي مستويا مستقيما الفخذ والساق والركبة هذا هو نسبهما ثم تفريقهما تفريق الركبتين يعني هذا تفريق بين الرجلين بقدر الشبر يعني ممكن هو قام مفرقا بين القدمين بقدر شبر ثم بعد ذلك يستطيع أن يلم بين الركبتين فقط يميل كل ركبة إلى أخرى يقرب إحداهما إلى الأخرى
ليس كذلك، هذا ليس من تمام الركوع، بل تمام الركوع أن يكون بين الركبتين بعد قدر شبر، كما يكون هذا البعد بين القدمين أيضا. نعم هكذا. ثم بكفيه، كل هذا سنة على حدة على حدة، يأخذ ركبتيه بكفيه مع كشفهما. الكف ينبغي أن تكون مكشوفة كما سبق أن ذكرنا عند ارتفاع الكفين في تكبير التحرم، يرفع كفيه عند التحرم حذو منقبيه. كيف هذا؟ هناك أيضا مكشوفة وهنا أيضا مكشوفة، سيأتي عندما يضع في السجود أيضا الكف مكشوفة. إذن كل هذا سنة على هدى على هدى مع كشفهما. وتفريقة أصابعهما تفريقا وسطا، ثم حينما يأخذ ركبتيه بكفيه كيف ينبغي أن تكون أصابع اليدين؟ هذا تفريقة أصابعهما تفريقا وسطا. هذا التفريق الوسط كما ذكرنا عند رفع اليدين في تكبير التحرم، ذكرنا يعني تترك الأصابع على طبيعتها وعادتها. في طبيعة أصابع اليدين تكون متفرقة تفريقا وسطا، تترك على هذه الحالة، يعني لا تلم هذه الأصابع لما. هكذا يعني حالتان بالنسبة إلى تفريق الأصابع ولمها، حالتان. في بعض الأحيان تفرق هذه الأصابع تفريقا وسطا، في بعض الحالات تلم، كما سيأتي يعني من سنن السجود ومن سنن يعني الجلوس بين السجدتين، سيأتي أن الأصابع تلم لما وهنا تفرق. نعم. ثم هنا الأخذ وأخذ الركبتين بالكفين مع تفريق الأصابع تفريقا وسطا، هكذا قال. فإذن هذا التفريق الوسط يتحقق كيف؟ يعني لو كانت الأصابع إلى التحت في الركبة، يعني الأصابع موضوعة إلى جهة الساق، هذا هو يعني توضع هذا الراحة على الركبة موجهة أصابعها إلى جهة الأسفل، يعني إلى جهة الساق، هذا هو الأخذ. أما يعني تحريف الأصابع إلى جانبي أو توجيه الأصابع على الأصابع إلى جانبي الركبة، هذا خلاف السنة. كتب هنا ابن حجر رحمه الله في التحفة تفريقا وسطا للقبلة، لأنها أشرف الجهات، بألا يحرف شيئا منها عن جهتها يمنة أو يسرة، يعني لا يوجه شيء من الأصابع إلى إلى جهة اليمين أو إلى جهة اليسار، بل يعني تدلي الأصابع إلى التحت هكذا. ثم أخذ ركبتيه بكفيه مع كشفهما وتفريقه. وقول سبحان الله، كذلك يسن قول سبحان ربي العظيم وبحمده كم مرة؟ ثلاث مرات للاتباع. وأقل التسبيح فيه وفي السجود مرة، وهنا ذكر ثلاث. الثلاث ليس القدر الأقل، بل القدر الأقل تسبيحة واحدة، ثم التسبيح ثلاث مرات هو أدنى الكمال، ثم الأكمل هو 11 مرة كما سيأتي. فإذن في التسبيح هنا وكذلك في سائر التسابيح والأذكار هكذا ثلاث مراتب، الأقل ثم أدنى الكمال ثم الأكمل، وأقل التسبيح فيه وفي السجود مرة. ولو بنحو سبحان الله، هنا ذكر في المتن سبحان الله، سبحان ربي العظيم وبحمده هكذا ثلاث مرات.
وهذا اللفظ أيضا ليس أقل، بل في اللفظ أقل سبحان الله. فإذا لو ذكر في ركوعه سبحان الله فإذا يكفي هذا لأداء المقدار الأقل للتسبيحة، يكفي ذاك. لو أتى بسبحان سبحان ربي العظيم وبحمده وهو الكمال في لفظه، ثم بعده تكريره 3 مرات فهو أدنى الكمال. تكريره 11 مرة يعني الأكمل، هذا الذي يقول وأكثره 11 يعني 11 مرة، لكن هذا 11 مرة لا يأتي به إلا من مر من الذي يزيد في دعاء الاستفتاح، الذي يزيد يعني على الأفضل. إذن في دعاء الافتتاح ذكرنا الأفضل، وجهت وجهي للذي فطر السماوات إلى آخره. من الذي يزيد سائر الألفاظ الأدعية الواردة في دعاء الافتتاح، يعني إما منفرد أو إمام محسورين ليس فيهم أجير ولا عبيد ولا امرأة متزوجة، هكذا ذكرنا قيودا هناك لسنية هذه الزيادة. فإذا الإمام لم الذي لا يستوفي هذه الشروط يكره له هذه الزيادة. كذلك هنا أيضا الإمام يعني يذكر 3 مرات فقط، إلا هذا الرجل يعني إمام محسورين مع سائر الشروط إلى نهاية شروط والمسجد غير متروك. ويزيد من مر ندبا، كذلك هناك زيادة دعاء، وهذا الدعاء أيضا يدعو به المنفرد أو إمام محسورين من مر. وهذا يعني في قراءة السورة ذكرنا سورا كثيرة، فإذا السور المعينة يقرأها كل واحد حتى إمام محسورين غير محسورين كذا يقرأ، أما غيرها التي يذكر في قراءة السور يعني قراءة طوال المفصل، أوساط المفصل، قصار المفصل، هكذا الأئمة فصلوا الصور إلى هذه 3 ثم بيّنوا يعني في بعض الصلوات قصار المفصل مثلا المغرب، ثم طوال المفصل، أوساط المفصل، هكذا قالوا. فهذا التفصيل أيضا بالنسبة إلى المنفرد أو إمام محسورين إلى آخر شروطه. أما إمام غير محسور وهو يقرأ دائما قصار المفصل فقط، لو خالفه يكون إما كراهة أو حراما على اختلاف فيه. نعم. وهنا أيضا يزيد، من يزيد من مر، ماذا يزيد؟ اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعلمي وعسبي وشعري وبشري وما استقلت به قدمي لله رب العالمين، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين، هكذا الذكر. هناك يعني أتى بتفسير لقوله ما استقلت به قدمي أي جميع جسدي، خشع هذه الأعضاء كلها، السمع والبصر المخ العظم العصب والشعر والبصر وجميع جسدي، هذا معنى قوله ما استقلت به قدمي. استقلت معناه حملت، استقل يعني حمل يعني شيء حملته قدمي، ماذا تحمله قدمه؟ هو جميع جسده. فإذا هذا أي جميع جسدي، وتفسير لقوله ما استقلت، ما استقلت به قدمي، هذا خشع كل هذه الأعضاء لله رب العالمين. إذن هذا تأكيد لقوله أولا لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، نعم ولك
أسلمت، هذا تأكيد له. ثم الخشوع معناه الطاعة والإسلام، هذا معنى الخشوع. يطيع كل هذه الأعلى لله رب العالمين، هذا يزيد. ثم ويسن فيه وفي السجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وهنا وفي السجود أيضا يزيد سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ثم هذا متى يقرأ؟ يعني سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا قبل سبحان ربي العظيم وبحمده أو بعد سبحان ربي العظيم وبحمده؟ قال علي شبرام الاسلام: ينبغي أن يكون ذلك قبل الذي قبل الدعاء، لأنه أنسب بالتسبيح، وأن يقوله ثلاثا. فإذا أولا يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يقول اللهم اغفر لي ثم لا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا يذكر ثلاث مرات. ثم بعد ذلك يزيد اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت إلى آخره، أو يعني في سبحان ربي العظيم وبحمده إما يقول ثلاثا أو 11، ثم بعد ذلك هذا يزيد. فإذا وهذا أيضا من يزيد؟ يزيد المنفرد أو إمام محسورين في الزيادة فوق ثلاثة سبحان ربي العظيم وبحمده بالنسبة للإمام، تلك الشروط معتبرة. ثم ولو اقتصر على التسبيح أو الذكر، يعني رجل لا يريد أن يجمع هذه كلها، فإذا هذا الرجل هو منفرد أو إمام محسورين، لا يريد أن يجمع بين التسبيح والذكر. ما هو الذكر؟ الذكر يعني الذي ذكر اللهم لك ركعت وبك آمنت، هذا هو الذكر. لا يريد أن يجمع بينهما جميعا، بل يريد أن يقتصر على واحد. فعلى ما يقتصر؟ فالتسبيح أفضل. فإذا هو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات، نعم، وثلاث تسبيحات مع اللهم لك ركعت إلى آخره أفضل من زيادة التسبيح إلى 11 يعني 11 مرة. فإذا رجل يريد إما أن يذكر أن يأتي بسبحان ربي العظيم وبحمده 11 مرة، أو هو يسبح به ثلاث مرات ثم يزيد معه يأتي معه بقوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي مرة أو ثلاث مرات. وما هو الأفضل؟ الأفضل يعني الجمع بينهما. فإذا هذا تكثير أنواع الذكر موجود فيه، لذلك هو أفضل. نعم شيخ، نعم مرحبا. نحن ذكرنا هنا ويسن فيه وفي السجود سبحانك اللهم وحمدك اللهم اغفر لي، وذكرت أنه ينبغي أن يكون قبل الدعاء. أي دعاء يقصد هنا؟ في ركوع أي دعاء مثلا؟ في السجود يوجد هناك دعاء؟ أنا سيأتي زيادة في السجود أيضاً، هكذا يأتي بمنزلة اللهم لك ركعت، هذا هنا. وفي السجود أيضاً هناك دعاء آخر يأتي في السجود، مثلاً سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، هكذا دعاء سيأتي في السجود. نحن سمعنا ولو اقتصر على التسبيح أو الذكر فالتسبيح أفضل. نحن ذكرنا هنا اللهم لك لا. هذا بسبب أنه نادى الله سبحانه وتعالى بقوله اللهم، لأجل ذلك يطلق عليه أنه دعاء، وكذلك يطلق عليه أنه ذكر. الذكر والدعاء يعني في بعض الأحيان متقابلتان،
يعني ليس فيه طلب هذا هو الذكر، ما فيه طلب هو الدعاء. ثم الذكر له إطلاق نعم، يعني بمعنى ما يصاب عليه أي شيء كان. فإذا قراءة القرآن أيضا يطلق عليها هذا اسم الذكر. لماذا؟ قراءة القرآن هو ما يصاب عليه، فإذا بمعنى ما يصاب عليه يطلق الذكر. فإذا هذا يقال اللهم لك، اللهم لك ركعت وبك آمنت، هذا يعتبر ذكرا ويعتبر دعاء أيضا. طيب جزاك الله خير. بالإطلاق الثاني هو ذكر. والتسبيح أفضل، وثلاث تسبيحات مع اللهم لك ركعت إلى آخره أفضل من زيادة التسبيح إلى 11. ويكره الاقتصار على أقل الركوع. فإذا بين المصنف أقل الركوع وأكمل الركوع. فإذا وكذلك أشار فيما بينها إلى أدنى الكمال من الركوع، أدنى الكمال من الركوع. الاقتصار على أقل الركوع كراهة، يعني هو لا يأتي بشيء من الأذكار التسبيح ولا الدعاء ولا الذكر بالسجود، لا يسبح ولو سبحة. وكذلك وهو لا يسوي ظهره ولا عنقه، بل هو انحنى بحيث تنال راحته ركبتيه فقط، ثم اطمأن وارتفع. هذا هو القدر الأقل. أن يفعل هكذا هو مكروه، إنه يكره الاقتصار على أقل الركوع. والمبالغة في خفض الرأس عند عن الظهر فيه، هذا أيضا يكره. يعني ممكن هو يبالغ في خفض الرأس، يبالغ في خفض الرأس يعني يتجاوز انحناؤه ذاك الحد الذي ذكرنا في أكمل الركوع. يعني وهكذا ينحني ثم يسوي عنقه وظهره، هذا هو كأنه صفحة أو لوح. ثم لو تجاوز انحناؤه هذا الحد حتى صار رأسه أخفل من هذا فيكره. ثم عن الظهر فيه، خفل الرأس عن الظهر فيه فيما في الركوع. ويسن لذكر أن يجافي مرفقيه، وهذه السنن أيضا من أكمل الركوع، من كمال الركوع. فإذا الذكر ماذا يفعل؟ يجافي مرفقيه عن جنبيه، وكذلك بطنه عن فخذيه. يجافي يعني يبعد مرفقيه، مرفقي ركبتيه يبعد عن جنبيه، وكذلك يجافي بطنه، يبعد بطنه عن فخذيه. كيف يستطيع هذا؟ مجافاة البطن عن الفخذ في الركوع، وهو يعني يمتد إلى الأمام كما ذكرنا. فإذا لو تأخر إلى الوراء يكون قريبا إلى الفخذ، يكون بطنه قريبا إلى الفخذ. لو يعني نصب ساقيه ركبتيه ثم امتد إلى الأمام وكسر ظهره وسوى ظهره وعنقه يكون أبعد. ثم هو يجنب يعني يجافي المرفقين عن الجنبين في الركوع، وكذلك السجود أيضا. فإذا المصنف يذكر بعض سنن السجود هنا ولغيره، هذا للذكر هذه المجافاة. أما غيره ولغيره يعني من أنثى وخنثى كلاهما. إذا هذا يسن للأنثى للخنثى كليهما كلتيهما أن يلم فيهما بعضه لبعض، أن يلم فيهما يعني في الركوع والسجود. ماذا يلم؟ بعضه لبعض يعني بعض كل من المرفق والبطن. إلى أين؟ لبعض يعني كل من الجنب والفخذ. فإذا المرأة هكذا تلم، لماذا؟ لأنها مأمورة بالستر أكثر بخلاف الرجل. الرجل هو الذي يظهر ويبرز، أما المرأة
تستتر وتحتجب هكذا مأمورة بالستر لأجل ذلك هي يعني تلم اليدين والبطن يقرب البطن إلى الفخذين إلى الفخذين نعم. ثم التنبيه يجب ألا يقصد بالهوي للركوع أو بالهوي للركوع غيره فلو هوى لسجود تلاوة فلما بلغ حد الركوع جعله ركوعا لم يكفي بل يلزم أن ينتصب ثم يركع كنظيره من الاعتدال فإذا هذا الركوع داخل في نية يعني الصلاة ونوال الصلاة يصلي فرض الظهر هكذا وهكذا فإذا في هذه النية يدخل جميع سنن الصلاة فإذا جميع أركان الصلاة وسننها جميع أركان الصلاة وسننها داخل في هذه النية لكن كل فرض وسنة تكون يعني مؤداتا من جملة أركان الصلاة وسننها إن لم يكن صارف لو كان هناك صارف فلا يشمل يكون الفعل خارجا مثلا هو أطرق رأسه ليس يعني لأجل الركوع ينبغي أن لا يكون صارف لأفعال الصلاة لو كان هناك نية صارفة عن شيء من الأفعال تصرفه عن فعل الصلاة يعني من جملة أفعال الصلاة هذا ليس هنا فقط بل يعني في جميع أفعاله مثلا عندما تسن رجل يسن له رفع اليدين كفين في هذا المكان هو رفع يديه لحاجة أخرى يعني لأخذ شيء أو لدفع شيء وهذا الرفع لا يعتبر من جملة أفعال الصلاة هكذا فإذا هذا الذي يبين يعني يجب أن لا يقصد بالهوي على الركوع غيره فلو هوى ثم يذكر مثال هذا رجل هوى لما لسجود التلاوة ثم فلما بلغ يعني هو قرأ آية التلاوة هو نفسه أو يعني لأجل قراءة إمامه هكذا فلما بلغ حد الركوع جعله ركوعا يعني ما سجد هو وقف هناك هل يصح لا يكفي هذا يعني لا يجزئ هذا الهوي ركوعا هذا الانحناء لا يعتبر ركوعا ثم ماذا يجب عليه بل يلزمه أن ينتصب ثم يركع كنظيره من الاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين بل يلزم عليه أن ينتصب ثم يركع فإذا كأنه ترك سجود التلاوة بعدما يعني هوى بعدما بعد هويه للركوع للسجود لسجود التلاوة كأنه ترك فإذا لو عكس هل يكفي هذا هو هوى لسجود التلاوة ثم جعله ركوعا وعلى العكس هو هوى للركوع ثم سجد للتلاوة هل يصح كتب الإمام الرملي رحمه الله في نهايته ولو قرأ آية سجدة وقصد ألا يسجد هكذا قرأ آية سجدة ثم يعني لا يريد السجود بل يعني ركع قصد ألا يسجد وقصد أن يركع فلما هوي عن له أن يسجد للتلاوة هو هوى قليلا ثم بعد ذلك أراد أن يسجد للتلاوة فإن كان قد انتهى إلى حد الراكعين فليس له ذلك ممكن هو وصل إلى حد الركوع
ثم بعد ذلك ظهر له أن يسجد للتلاوة، لا يجوز له ذلك وإلا جاز، يعني ولم يصل إلى حد أقل الركوع. قبل ذلك جعل الهوية لسجود التلاوة يصح هكذا. فإذا في الصورتين لا يكفي، هذا منطلقا من القاعدة التي ذكرت، ينبغي في كل فعل عدم صارف. نعم. ثم يركع كنظيره، وهذا ليس في الركوع فقط بل في الاعتدال أيضا، يعني عندما يرتفع من الركوع ينبغي ألا يرتفع لغير الاعتدال، لو ارتفع لغير الاعتدال لا يصح اعتداله. نظيره وكذلك السجود، عندما هو للسجود ينبغي ألا يكون هناك صارف، السجود بين السجدتين هكذا. نظيره يعني مثاله هذا، رجل في ركوعه رأى حية أو عقربا، أو في سجوده رأى وزغة، فإذا خاف منها وارتفع يعني من السجود أو من الركوع، هذا لا يكفي هذا الارتفاع، بل يجب عليه أن يعود إلى الركوع والسجود ثم يأتي هذا مرة ثانية. لماذا؟ هذا النهوض من الركوع والسجود ما كان لأجل الاعتدال وما كان لأجل الجلوس بين السجدتين، هناك صارف. ولو شك غير موموم وهو ساجد هل ركع لزمه الانتصاب فورا ثم الركوع، ولا يجوز له القيام راكعا. نعم. لو شك غير موموم، يعني منفرد أو إمام، ماذا شك؟ متى شك وهو ساجد، يعني الآن هو في سجوده، حال كونه في سجوده تردد وشك، ماذا الشك؟ هل ركع؟ هذا شكه، هذا هو حاليا في السجود. الشك يعني هو حوى من القيام إلى السجود، يعني جاء من القيام إلى السجود مباشرة بدون ركوع أو ركع واعتدل ثم سجد، هذا هو الشك. لزمه الانتصاب فورا ثم الركوع، هذا أولا يعني ينتصب ثم يركع. ولا يجوز له القيام راكعا، يعني من السجود يرتفع ثم يقوم راكعا بدون انتصاب، هذا لا يكفي. لماذا؟ هذا من فروع القاعدة المالية، وهنا يعني لم يكن الركوع يعني الهوي للركوع من الانتصاب من القيام، هذا واجب من الركوع، واجب من واجبات الركوع أن يكون الركوع هويا من القيام، وهذا لم يتم، لا يتم إلا بالانتصاب ثم الركوع. لو فعل القيام من السجود، يعني قام نهل من السجود حتى يكون راكعا بدون انتصاب، هذا لا يكفي.